جزاكم الله خيرا. بهذه المناسبة شيخ صالح، لو سألنا عن الأم والحال مع ذكر، إذا كان الجنين عمره 40 يوما فما فوق، هل يكون حكمها حكم النفاس والحال مع ذكر؟ لا يكون لا للشفط حكم النفاس إلا إذا بلغ طور المضغة والتخطيط والتفريغ، وأقل ما يحصل فيه ذلك من المدة 81 يوما، أي إذا دخل في 40 الثالثة فحينئذ يبدأ طور المضغة والتخطيط. فإذا سقط منها في يعني 81 يوم فأكثر، فإن وكان عليها دم بعد سقوطه، فإنه يعتبر نفاسا، تجلس له كما تجلس النفساء العادية إلى 40 يوما، وإن لم يكن عليها دم فإنها لا تجلس. أما إذا كان قبل 81 يوم فإنها لا تجلس ولا تترك الصلاة ولا الصيام، وإن كان عليها دم فإن هذا الدم يعتبر نزيفا، ليس نفاسا، لا تترك من أجله الصيام ولا الصلاة. نعم.